السلام عليكم خوتي اخواتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. معكم صفاء من قناه صفاء بيوتي. اليوم جيتكم بفيديو جديد، وجيت نشكركم مره اخرى على الفيديو اللي حطيت اخر مره. شكرا بزاف على التعاليق ديالكم الزوينه، شكرا بزاف 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 الناس داخل المغرب وخارج المغرب، كنشكركم بزاف. كنشكر الناس بزاف اللي علقوا لي وقالوا لي مزيان اننا لقيناك على خير وبخير، مع شحال هذه ما بقيت حتى في فيديو. شكرا لكم بزاف بزاف اخوتي خارج المغرب داخل المغرب مرة أخرى، كنشكركم. اليوم جيت بفيديو جديد إن شاء الله، وجيت نقول لكم رمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله. اليوم كنصور لكم من الكوزينة كاملين، راكم عارفين دابا رمضان توجد، دابا عندنا 5:30 ديال العشية، راني في الكوزينة كنوجد الفطور ديالي، وهانتوما معايا. بغيت نوريكم هذا صوت سميتو لادنت، شرملتو غادي نشويه صراحة كيجي زوين. الطريقه ديالو كندير لادند، كندير البصله، المهم الطريقه المعتاده كاع الناس كيعرفوها، كندير البصله، ربيع، سميتو الكمون ضروري ضروري ضروري، وكندير البابريكا، كندير البزار، كنجبير والخرقوم، هادشي اللي كاين. تجي الريحه ديالو غزاله 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 بزاف. ها هو مازال، المهم نشويه حتى قرب المغرب ان شاء الله يا ربي. ودرت واحد السلطه ديال الخضره هنا نوريها لكم، والطريقه باش كنصايبها. المهم داكشي عادي عادي جدا صراحه، ما بغيتش نكتب الطريقه ديالي اخوتي في السلطه ديال الخضره. درت هنايا كما كتشوفوا، درت هذا الخيزو، البطاطا والجلبانه، وغنزيد هذه البصله كنشلطها هنايا، كتجي زوينه ما كتخليش ديك الريحه في البطاطا، كتجي غزاله 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 بهذا بالبصله، البصله الخضريه. وكندير الملحه وهذا وزيت بلديه والكمون، كتجي غزاله غزاله هاد الشلاضه يا البنات. ضيفوا عليها البصله وردي عليها الخبار، تجي زوينه البصله في هاد الشلاضه هادي. وكما قلت لكم هذا هو الفطور ديالي اليوم، وغندير حسيوه صافي. هادشي اللي كاين كما قلت لكم، غادي ندير اليوم غير بلاداند بنشويه، وهاد هاد البطاطا هادي، وزدت مليحه هنايا اخوتي، ها هي غادي نخليها حتى قرب المغرب وغادي نخلطها. ودرت المهم كما قلت لكم اخوتي هذا زيت العود والملحه والكمون، هادشي اللي كاين غنخلطها ونحطها في الطبيصلات. المهم غادي ندوز كندير واحد هذا، درت واحد المسمن غنوريه لكم منين نولي نطيبو، غادي نوريه لكم. حتى هو كيجي غزال 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 بزاف. واحد المسمن كان صراحه ديجا دابا عجنته، كندير غير الفينو او الفورس، وكندير شويه سنيده شويه الملحه، وعاد يعني الخميره كنخمرو، كنخليه كنعجنو مزيان، كندير لكم مزيان، وكندير فاسميتو كنديرو يخمر حتى كيخمر مزيان بحال المخمر. كنديرو مسمن ضايق، يعني كنطلقو بحال المسمن عادي، وكنخليه عاوتاني حتى كيخمر، كنقرصو تنخليه حتى كيخمر، كيجي غزال البنات. انا دابا نطيبو معكم ان شاء الله شي نهار، الا بغيتو ندير لكم الطريقه ديالو خليو لي في التعاليق وغندير لكم ان شاء الله، كيجي فن 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 يا البنات صراحه. وصيغتو دابا في رمضان كندهنو هكا بزبيده وهذا والعسل، كيجي غزال البنات. المهم ها انتم معايا. ودابا يا خوتي غادي ندير الحسوه، راني درت دابا الحسوه ديال القمح، ها هي دابا درتها هنايا. غادي ندير شويه ديال الملحه، شويه ديال الملحه غنديرها غير بالحليب، شويه ديال الملحه، وغادي نروي بين ديال القيس ديال الماء، وغنخليها طيب من هنا للمغرب ان شاء الله يا ربي تكون طابت ان شاء الله. دابا شي 6 د العشيه دابا عندنا، ها هي اخوتي هانتوما معايا. ها المسمن ديالنا البنات بحال اش كيجي، كيجي غزال، كيجي مفشفش، كنخليه حتى كيخمر مزيان بهذه الطريقه اخوتي، شتي صح كيجي غزال. وهنايا دايره الفخر باش غادي نشوي داك هذا القطيبات ديال لادند. وهانتوما معايا هنايا لادند ديالنا، مازال ما قديتوش في القطيبات. هنايا الخضره صراحه البنات كنبقاو هنايا في رمضان غير المعجنات صراحه، لا خص الانسان ينوع صراحه ضروري من الخضره.
مازال ما قضيتهاش الطبيصله ديالها. وهنايا درت هاد الشلاضه هادي عاوتاني بالخس وبالخيار وبمطيشه ودرت واحد شويه الربيع من الفوق تيعجبني. هنايا درت عاوتاني سلاده عاوتاني بمطيشه والفلفله حلوه، درت واحد شويه الربيع من الفوق وهذا الشيء اللي كاين. وهانتوما معايا هنايا الحسوه ديالي ها هي كطيب شويه عليها حتى الاخر، وغندير لها الحليب او تاتي طبلا ما كتحلى بلا سليلو. هانتوما سليلو ديالي بحال الدجاج غزال باللوز هانتوما، والشباكيه ديالنا حتى هي حتى هي بقوامها جات غزاله. او كيما كيقول البيض مازال ما قديتوش المجمر، دايره في السرجم البنات الله يلا دايره في السرجم باش يلاه يطلق. البنات راني كنشويها في الكوزينه هانتوما معايا. وهانتوما طاب القطيبات ديالي طابو، ودرت دابا هاد الفليفلات ومطيشه صراحه كيعجبوني مع القطبان. وهانتوما معايا خوتي. من بعد البنات ما سالينا من الشقه من تمارا النهار كامل النهار كامل، فما نساوش البنات الوجه ديالنا راه النهار كامل كنكونوا مشاربين الماء فكتنشف لينا لابو ديالنا، وهداك الشيء اللي كيدير لنا اللي غيض في الوجه. صراحه جبت لكم اليوم واحد الكريم البنات، الكريم اللي هو زوين زوين بزاف البنات غادي ينفعكم، وسيرتو البنات اللي عندهم لابو ديالهم ناشفه. فهاد لاكريم البنات زوين ومرطب، ها هو البنات كنتمنى يبان لكم، هو هذا كريم ايسونسييل زوين البنات صراحه غزال صراحه، هو اللي نفعني لابو ديالي صراحه انا دائما ناشفه، فهو البنات اللي نفعني وباش كنبان دائما غزال البنات صراحه. شتي كيجي صراحه رطب كيرطب الوجه هانتوما هي البنات، فغزال غزال صراحه كنتمنى البنات تجربوه. شوفوا هي البنات صراحه كيرطب، وهذا الشيء اللي كاين البنات. كنتمنى الفيديو ديالكم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ما تنساوش لي لايك ديالكم البنات، والصراحه ودعموني بلي لايك ديالكم وتابونوا عندي في القناه ديالي، غنكون فرحانه بزاف. وشكرا لكم اخوتي بزاف بزاف بزاف، والسلام عليكم الى فيديو جاي ان شاء الله.